صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة على حضراتكم. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدر بلد. إن شاء الله النهاردة هنكون مع حضراتكم من الساعة 8 للساعة 10 بإذن الله، نتناول موضوعات مختلفة وجديدة. وخليني كمان أصبح على زميلتي فرح. صباح الفل. صباح الفل يا دليل، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. صباح الفل على حضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد. عندنا فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله أكيد هتعجبكم. في الأول عايزة أفكر حضراتكم تقدروا تتابعونا من خلال صفحاتنا اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة اللي موجودة على السوشيال ميديا أو من خلال تليفوناتكم على مدار اليوم. عندنا حاجات كتيرة، هنبدأ عن إيه بقى النهاردة فقراتنا؟ خلونا نقول في البداية كده أكيد عندنا فقرات متنوعة ومختلفة النهاردة، إن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم. هتكون معنا في البداية مع موجز الأخبار واللي هتقدمه لنا زميلتنا نهاد، وبعد كده هنتابع جولة في أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعالمية، وهيكون معنا الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام. مكملين فقراتنا، وفقرتنا الثانية هتكون مع نموذج ملهم وناجح لطالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، هي نور الطويل اللي قدرت بمبادرة شخصية أنها تحول الشارع اللي ساكنة فيه لشارع البهجة من خلال رسوماتها على جدران المنازل، وأطلقوا عليه شارع الألوان. وكمان عايزة أقول أنه كرمها محافظ القاهرة ومنحها شهادة التقدير. فقرتنا الثالثة كمان فقرة هامة فرح، هنتكلم فيها عن فارس العسكرية المصرية ابن مصر البار الراحل مشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. هنتكلم عن مواقفه الوطنية وحفاظه على هذه الدولة المصرية في أصعب الظروف، وكمان مسيرته العسكرية اللي بتزيد عن نصف قرن من البطولات والإنجازات مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أما دلوقتي هنقول فقرتنا الأخيرة زي ما متعودين مع حضراتكم فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهيكون معنا فيها الدكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. أما الآن خلونا دلوقتي كده نروح نطمن على حالة الطقس. خلونا دلوقتي نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة أخبارها إيه، ونطمن أكتر كده على درجات الحرارة اللي موجودة في محافظات الجمهورية. وهنبدأ أولا عندنا بالقاهرة، القاهرة العظمى 35 والصغرى 23، الإسكندرية 31 24، الإسماعيلية 36 22، الدقهلية 34 22، والغردقة 37 26، المنيا 36 23. أما كمان نطمن دلوقتي على العواصم العالمية، وهنبدأ أولا بالرياض. الرياض عندنا درجة الحرارة العظمى 38 24، أبو ظبي 36 31، أنقرة 22 11، لندن 22 12، واشنطن 25 19، وبكين 26 17. خلونا كمان كده نتعرف على أسعار العملات والذهب النهاردة أخبارها إيه. بالنسبة لسعر العملة هنبدأها بسعر العملة الدولار الأمريكي، وصل الشراء ل 15 جنيه 64 قرش، البيع 15 جنيه 74 قرش. أما بالنسبة لليورو وصل 18 جنيه 32 قرش، أما البيع 18 جنيه 49 قرش. الجنيه الاسترليني شراء وصل 21 جنيه 34 قرش، البيع 21 جنيه 55 قرش. الريال السعودي 4 جنيه 17 قرش، بيع 4 جنيه و 19 قرش. الدينار الكويتي شراء وصل 49 جنيه 33 قرش، بيع وصل ل 52 جنيه 29 قرش. بالنسبة لأسعار الذهب النهاردة نبدأه بعيار 18 سجل 669 جنيه، واستقر عيار 21 عند 781 جنيه، أما عيار 24 وصل ل 893 جنيه، وفي الآخر سعر الجنيه الذهب وصل ل 6248 جنيه. خلينا نروح لتقرير زي النهاردة، وهنتكلم عن بداية حرب الخليج الأولى اللي أطلق عليها كمان الحرب العراقية الإيرانية، وحصل زي النهاردة في 1980. تعالوا نتابع. للخلافات العراقية الإيرانية تاريخ طويل وحافل يمتد لقرون من الزمان، منذ محاولات الهيمنة على المنطقة في بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس،
وكان أحد هذه النزاعات حرب الخليج الأولى أو الحرب الإيرانية العراقية التي اندلعت زي النهاردة في 22 من سبتمبر 1980 واستمرت 8 أعوام وكانت من أطول الحروب التقليدية في القرن العشرين وأدت إلى مقتل ما يقارب 1,000,000 شخص فضلا عن الخسائر المالية التي قدرت بحوالي 1,019,000,000 دولار. وقد غيرت هذه الحرب المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وكان لنتائجها عظيم الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية عام 1991. وكانت العلاقات الدبلوماسية العراقية الإيرانية قد بدأت في التدهور بدءا من عام 1980 بعد صراعات حدودية وعلى إثر قيام صدام حسين في 17 من سبتمبر 1980 بالتحلل من اتفاقية الجزائر عام 1975 والتي كان وقعها حينما كان نائبا للرئيس العراقي آنذاك مع شاه إيران، وهي الاتفاقية التي قضت بالتنازل عن نصف شط العرب لإيران. وادعى صدام قيام إيران بقصف مناطق حدودية فقام بقصف العمق الإيراني بادئا هذه الحرب الطويلة التي قامت أمريكا بدعمها لمواجهة المد الثوري الإسلامي الإيراني فضلا عن بقاء الحال على ما هو عليه. وعاد العراق ليعلن التزامه بالعودة لاتفاقية عام 1975 معترفا بحق إيران في شط العرب في 9 من ديسمبر 1991 أي بعد انتهاء الحرب بثلاث سنوات. خلونا دلوقتي نسيب حضراتكم مع نصيحة ومعلومة مهمة جدا وتحديدا عن نقص فيتامين د. إيه الأخطار اللي ممكن تأثر على جسم الإنسان؟ نبدأ يومنا بشوية تمارين ونشاط نقدر نعملهم في البيت قبل ما ننزل أي حتة. تعالوا يلا نتمرن مع بعض. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدينا. النهاردة عايزين نعمل تمارين تقوية لعضلات الظهر. جايبة معايا النهاردة دمبلز دي ممكن قلنا نعوضها بإزازتين رمل أو إزازتين مية في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل أي تمرين لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب انا ممكن كمان انزل امشي الصبح، انزل او اعمل مشي في مكاني، بنعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعة في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي انا ماسكاه ان هو يبقى مقاومة معايا. طب هبتدي معاكم باول تمرين، الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، حميل بظهري لقدام، انا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الامام، رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد، هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما ادوروش، كل الناس عندها الفتره من قاعده في البيت وقله التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر. التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك او نص الظهر.
تاني تمرين هاخد ايد وايد ايد وايد لورا، بعد كده تالت تمرين ايدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجة وهنزل 90 درجة وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق، هنزل همسح بالوزن او بالازازة اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنية، من وضع ده هفرد ايدي لفوق وانزل تاني، افرد ايدي لفوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. اول واحد تمرين الرو، ايديا مفرودة قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا. اهم حاجة اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض بحيث ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد، ممكن الرجل اللي ناحية الجنب اللي انا شغلاه الجنب اليمين اهو استخدم ايد واحدة اسند على رجل واحدة وانزل، ده للظهر الجانبي من الجنب، العضلة الكبيرة اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا، كوعي 90 درجة يطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعدة على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي بوصل قدام وظهري مفرود، محدش يدور ظهره، لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري انزل لحد هنا. هنزل واطلع تاني، الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده، بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع كده. انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات. ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا، ما ينفعش اقف فجاه خاصه لو ضربات القلب عالية. نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها وصباح الخير عليكم. دلوقتي جه ميعاد موجز اخبار صباح البلد اللي هتقدمه لنا زميلتنا الجميله نهاد. شكرا داليا وفرح، واهلا بحضراتكم في موجز اخبار صباح البلد. يشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث المقام في العاصمه الرومانيه بوخارست، وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد الجلسة الوزارية لعدد من وزراء التعليم العالي للدول المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وكذلك التحديات ذات الأولوية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي. تنطلق اليوم حملة معا نطمئن، سجل الآن بمحافظة البحيرة، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. تتواصل اليوم فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي بمشاركة 22 دولة عربية. كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد أكد خلال كلمته أمس بالمؤتمر أن مصر تنفذ مشروعاً إقليمياً تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا، وبتوجيهات ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتحقيق التكامل الاقتصادي في حوض النيل. تتواصل اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لأعضاء مجلس النواب، والذي ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام. ويتضمن البرنامج عددا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية، فضلا عن محاضرات خاصة بالدور الرقابي لمجلس النواب.
تستشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطي المخدرات. تسير شركة مصر للطيران اليوم 67 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي لنقل ما يقرب من 7809 راكب، مع الالتزام بتطبيقات الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبكده تكون انتهت فقرتنا الإخبارية، ونعود مرة أخرى لزميلاتي فرح وداليا. شكرا يا نهاد، واكيد في انتظار فقره الصحافه معاك ان شاء الله. اما دلوقتي خلونا كده نسيبكم مع تقرير عن اسعار المنتجات الجلديه مع دخول المدارس وجوله من داخل معرض اهلا مدارس. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يقام معرض أهلا مدارس بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستقبل الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساء. احنا لو قارنا الاربع ايام الاولانيين من 2019 بالاربع ايام الاولانيين في المعرض الحالي، هنلاقي ان احنا تقريبا نسبة الاشغال الحالية او يعني نسبة الاقبال تقريبا من 60 ل 65%. ده شيء معقول، يمكن احنا ما بنقارنش ب 2020 لانه 2020 كانت ليها ظروف مختلفة شوية، كانت المعرض كان مساحته اكبر لانه كان في القاعة بتاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى أن كانت الغالبية العظمى من التركيز من الأولياء الأمور على التعليم الأونلاين، فكان الكمبيوتر والخدمات التليفون المحمول كانت هي يمكن أكتر حاجة واخدة الرجل، وكانت واخدة الإقبال عن يمكن الأدوات المكتبية والشنط المدرسية والأحذية والحاجات اللي هي في التعليم المنتظم الطبيعي اللي احنا إن شاء الله متأملين فيه خير. وطبعا معالي وزير التربية والتعليم أشار إن شاء الله السنة دي هي سنة نظامية، ونأمل إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نحقق ده السنة دي لأولياء الأمور بأسعار مناسبة ولأولادنا إن شاء الله في المدارس. إحنا بنشترك في المعرض من 7 سنين أو 8 سنين متواصلين كل سنة، الحمد لله في إقبال كمان مميز السنة دي عن السنين اللي فاتت. دايما بنلاحظ السنة دي إن الناس واخدة بالها من موضوع الكورونا، فمش بيخشوا بتزاحم شديد زي ما كان في الأول، لا بينظموا نفسهم وبيخشوا شوية بشوية حتى من على البوابة، ولما بيلاقوا المكان فيه زحمة بيروحوا مكان تاني وحد من البارتيشن بيفضى وبيبدأوا يخشوا. وبالنسبة للأسعار، أسعار أوفر من مرة بكتير جدا، احنا عاملين تخفيضات 25 و30% بالنسبة للأدوات الكتابية والشنط المدرسية. في السنة دي إقبال على شنط المدارس، إن معظم الناس السنة اللي فاتت ما جابتش شنط، كله جاي بيجيب الشنط الجديدة، والأطفال كلها بتيجي تقضي اليوم مع أهلها، يعني بيقضوا اليوم من أوله لآخره، فبتبقى حاجة مناسبة وحلوة قوي في المعرض يعني. بالنسبة للأسعار، المعرض عندنا هنا عاملين خصم 30% على كل الحاجات المعروضة، فدي بتحاول تخلي السعر مناسب أكتر لفئات الجمهور كلها يعني. ونظرا لعودة المدارس على ما اعتدنا عليه من قبل، بخلاف عام 2020 حيث كانت الدراسة عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا، توجه الكثير من الأهالي إلى المعرض بهدف شراء الأدوات المدرسية اللازمة ولكن بأسعار مخفضة. المعرض بصراحة جميل وأسعاره حلوة جدا، في متناول كل الناس يعني، انا شايفه ناس كتيره بصراحه جايبه الشنط بالذات اسعارها حلوه، الكشاكيل، اللانش بوكس، الحاجات دي اسعارها كلها في متناول الناس يعني كلها لمختلف الطبقات. والله حاجه محترمه وحاجه مشرفه، وبنشكر سياده الرئيس على المجهود العظيم اللي عامله، ان هو حاسس بينا وحاسس بأولياء الامور، وان شاء الله يعجبنا المعرض والاسعار. لقيت حاجات جديده والوان كتيره وحاجات جميله قوي. احلى حاجه في المعرض هنا ان هو يعني كل حاجه موجوده فيه في مكان واحد، يعني مش مثلا لو رحتي في حته هتجيبي مثلا كراريس بس مش عارف ايه كده حاجات بس بسيطه يعني، لكن هنا كل حاجه شامله كل حاجه المدارس، ما فيش اي حاجه ناقصه. معرض اهلا مدارس سوف يستمر حتى نهايه الشهر الجاري، مما يساعد في تخفيف العبء على هيكل الاسر المصريه، فمثل هذه المعارض في كل مناسبه من اهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافظات والمراكز والمدن والقرى. رضوى نبيل، صباح البلد.
دلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية، ويكون معانا في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام. برحب بحضرتك معايا في صباح البلد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، منورني النهاردة. خلينا في الأول أبدأ أولى أخبارنا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللي أشار فيها سيادة الرئيس لعدد من الملفات الهامة، ومنها تأكيده على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة. وأضاف الرئيس السيسي أن ظاهرة الإرهاب تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح الرئيس السيسي أن ظاهرة الإرهاب تنتهك الحقوق الإنسانية للمواطنين ومن أهمها الحق في الحياة، موضحا أن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي. ودعا الرئيس السيسي إلى محاسبة الدول الراعية للإرهاب متابعا نحرص على تعزيز حقوق الإنسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل ميسرة متواصلة من الإسهام المصري. خلينا في الأول أسأل حضرتك عن كلمة، طبعا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كلمة هامة جدا وتتطرق فيها لعدد من الملفات، حضرتك شايف إزاي حديث الرئيس السيسي عن ملف الإرهاب؟ ما فيش شك طبعا، والرئيس السيسي بالنسبة للجمعية كلمته للجمعية العامة في دورتها 76 كانت كلمة شاملة جامعة، غطت رسائل أو أرسلت رسائل محددة للمجتمع الدولي، كان من أبرزها ومن أهمها التأكيد على حق مصر في مياه نهر النيل وضرورة الوصول لحل قضية سد النهضة بحفاظ حق الشعوب في التنمية وفي الحياة. كان اتكلم ايضا من الرسالة الهامة اللي ارسل بها السيد الرئيس المجتمع الدولي، وهي رسالة مواجهة الارهاب وهذا الخطر اللي هو لم تعد يعرف الارهاب له وطن او مكان، وانه لابد النهاردة الدول اللي هي بترعى الارهاب في شكل منصات وبتموله وبتوفر له المنصات الاعلامية وبتنظيم الملاذ الامن للحماية وبتوفر له التمويل، لابد هذه الدول ان تراجع نفسها، ولابد هذه الدول أن تضع حدا للممارسات الإرهابية وحل المشاكل الأمنية في هذه الدول. نقطة هامة جدا عرج عليها الرئيس وتناولها بشكل واضح، ويحق الشعوب النامية في أن تنال استقرارها وأن تنال تنميتها، وعلى الدول الكبيرة أن تخفف أعباء الديون على هذه الدول حتى يحدث هناك نوع من التنمية والاستقرار، لذلك هو باعتباره العلاج الآمن لمقاومة الإرهاب، لأن في ظل أزمة اقتصادية وفي ظل فكر تكفيري منتشر وفي ظل عدم رعاية تعليمية وعدم رعاية تثقيفية، كل ده يعني بيؤدي إلى نتيجة حتمية إلى شيوع الأفكار المتطرفة. هذا في الوقت اللي هي مصر بتؤكد أنها في هذا المجال قطعت شوط كبير جدا، أنها تخلصت من هذا الفكر الظلامي، أنها بدأت برساء استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في الجمهورية الثانية كخارطة طريق، أنه الإنسان النهاردة كأنه ينال تعليم لحقوق إنسان، أنه ينال صحة جيدة لحقوق إنسان، أنه ينال يعني تعليم مناسب يقاوم الفكر المغلوط ده حقوق إنسان، ليؤكد أن مصر هي في مقدمة الدول التي تسعى لمقاومة هذا الفكر المتطرف الذي يهدف إلى تدمير الشعوب و طيب أستاذ عبد العظيم، ترأس مصر هذا العام للجنة الدائمة للسلام للأمم المتحدة في دورتها 15، حضرتك شايف معنى ده لمصر أو بالنسبة له إيه هو دلالته؟ ده حضرتك حتى له علاقة بالجزئية الأولى من الإرهاب، إذا كانت مصر النهاردة من الدول التي استطاعت أن يعني تحقق انتصار على الأفكار الظلامية أو تحرير بؤر عديدة جدا من الإرهاب، لأن هي دولة أساسا داعية للسلام، هي دولة أساسا مؤهلة لأن تخوض هذه القضية وتنشرها على المستوى الإقليمي والمستوى العربي والمستوى الدولي، والأدلة على هذا هو اختيار مصر كرئيسة للجنة
بناء السلام اللي تأسست سنة 2006 في الأمم المتحدة، وهذه في دورتها 15 أن ترأسها مصر. يعني هذا يؤكد أن مصر مؤهلة لهذا الدور، هذا يؤكد أن مصر التي استطاعت أن تؤسس لحقوق الإنسان، أن مصر التي تدعو في أي محفل دولي إلى حل المشاكل بطرق سلمية، سواء في اليمن، سواء في سوريا، سواء في ليبيا، سواء في جميع النزاعات التي تدور من حولنا، ده بيؤكد أن مصر دولة داعية للسلام وليست داعية للحرب. بالتأكيد. خلينا ننتقل إلى حدث هام خاص بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكمان تفقده مبنى التشغيل والتحكم بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 من الجهة الشمالية، وإعطاء إشارة بدء التشغيل وكمان افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء. يعني خلينا في الأول كده نتعرف على أهمية المشاريع اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. سيناء في أمام خريطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لابد أن تنمى سيناء. عشنا فترة من طويلة من الزمن بنقول توطين سيناء، بنقول تنمية في سيناء، بنقول نقل البشر لسيناء، وكانت كلها برامج ورقية بتنتهي للا شيء. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل 6 سنوات وضع أو 7 سنوات وضع في ذهنه أن مصر البوابة الشرقية هي سيناء، لابد من تنمية سيناء وزرعها بالبشر قبل الحجر، ولابد أن تكون هذه التنمية قائمة على تنمية حقيقية وليست تنمية ورقية، بمعنى أن المشروعات تمتد في البداية ثم يتم تأهيل المواطنين لاستخدامها. من هذا المنطلق نرى سيناء النهاردة افتتاح اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهو هذا النفق ورقم 6، يعني في ضمن 6 أنفاق سيتم تدشينها لافتتاحه أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى نقط العبور اللي بتربط بين شرق القناة وبين غربها. عندنا أكثر من 20 نقطة على مستوى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، سواء كانت في شكل معديات أو شكل كباري عايمة، لكن تظل الأنفاق هي الـ يعني الحل الأمثل لمد جسور التنمية، لأنه ومنها نفق الشهيد أحمد حمدي من الغرب للشرق، ونفق الشهيد حمدي 2 من الشرق للغرب، لأنه ربط النهاردة سيناء بالوادي وربط سيناء بالدلتا دي مسألة مهمة جدا بتساعد على أكتر من شيء. أول حاجة تبادل العملية التجارية بشكل سريع، نمرة 2 جذب المستثمرين، نمرة 3 تسهيل حركة الانتقال بين الشرق والغرب، نمرة 4 تشجيع الصادرات اللي هي بتتم من منطقة قناة السويس أو بورسعيد أو مدينة بورسعيد أو محافظة السويس، كل ده اللي هي تعظيم الصادرات التنمية، بالإضافة إلى النهاردة إنهاء عزلة سيناء وعمل توطين حقيقي للمواطنين على أرض سيناء، لأن أكتر ناس تدافع عن المكان هي البشر عن الأرض. بالضبط. أكيد. وطبعا دي طفرة يعني لم تشهدها مصر منذ 30 عاما. يعني برضو عايزة أعرف أهمية المشروعات دي على سيناء، طبعا كبيرة زي ما حضرتك ذكرت، عايزين نعرف إزاي المشاريع دي تكون سبب في تحدث، يعني إن هي تعمل تحويل في شبه جزيرة سيناء. أنا بقول لحضرتك النهاردة لو النهاردة ما فيش بشر، يبقى المشروعات دي عائدها يتم بمين؟ هيديرها مين؟ لما أنا النهاردة لما السيد الرئيس يقول إحنا محتاجين النهاردة أكتر من 3500 كيلو متر طرق داخل سيناء خلال عامين لازم تتم. طبعا احنا بالنسبه للطرق احنا حققنا طفره غير عاديه. أكيد. في مجال الطرق. أكيد. اذا كان المستهدف وصولها 7000 كيلو متر احنا وصلنا لاكثر من 12000 كيلو متر على مستوى الطرق. والبعض يمكن بيلوم ليه مساله الطرق وليه احنا بنبني طرق كتير وليه بنبني انفاق. الحضاره دايما او التنميه دايما بتسير على جسرين، طريق وكهرباء. ما اقدرش لازم امشي على طريق ولازم فيه توليد كهرباء عشان المشروعات. فالحته دي بالذات في ذهن واضحه في ذهن القاده السياسيه بامتياز، انه لابد ان احنا نمد شرايين الحياه ونؤسس لتنميه حقيقيه على اساس من بنيه اساسيه وجسديه في طرق وشبكات كهرباء. بالتاكيد. طبعا ما زلنا نتحدث عن افتتاحات امس، ونقرا تصريح للفريق اسامه ربيع رئيس الهيئه العامه لقناه السويس، واللي اكد ان افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2 انجاز عظيم، مشددا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصر على تدشين 6 أنفاق لكي تكتمل المنظومه وتنساب حركه المرور لتقليل التكدس من الشرق الى الغرب والعكس، وتشجيع المستثمرين على العيش في منطقه القناه وسيناء،
وأضاف أن المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحفز إدارة القناة على أن يكون عملها على نفس القدر من الكفاءة، موضحا زدنا 7% في عدد السفن المارة بالقناة و11% في إيرادات الفترة من يناير حتى أغسطس هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يعني حضرتك شايف تحقيق قناة السويس الرقم ده في ظل أزمة كورونا، يعني طبعا دي برضو خلينا نحيي إدارة قناة السويس بقيادة الفريق ربيع، ونقول النهاردة الملحمة اللي لسه كانت عايشة في أزهرنا من فترة بسيطة مع تعويم السفينة العائمة اللي هي كانت في قناة السويس إيفن جيفن ده. فليه بقى؟ لأنه قناة السويس النهاردة أصبح لديها قوتها الفنية والهندسية واللوجستية اللي بتقدر تحل مشاكلها في عملية توسيعات في المدخل الجنوبي لقناة السويس، بيتم على قدم وساق في تطوير شامل داخل هيئة القناة من حيث المعدات الفنية ومن حيث الكراكات ومن حيث القطرات، في العامل الفني بيتم إعداده وتدريبه على درجة كبيرة جدا من الكفاءة. ده كله معذرة، ده كله كان له تأثير في أن احنا ما حسيناش بأزمة كورونا خلال قناة السويس أو خلال العبور في قناة السويس، بل على العكس استطاع طبعا مع توفير الإجراءات الاحترازية الصحية ومع الالتزام بشروط الوقاية الواجبة، كل ده يعني ما ساهمش في انخفاض العائد اللي كان متوقع أنه ينخفض، بدليل أنه في 7 شهور اللي في 8 شهور من يناير لأغسطس 2021 القناة حققت إيرادات أكثر من 4 مليار جنيه و800 مليون. لو قسنا الفترة دي بفترة العام القادم هنلاقيها أقل بكتير جدا. ده بيأكد رغم جائحة كورونا. يبقى ليه؟ يبقى كان في استعداد مسبق من إدارة القناة لمواجهة الجائحة، كان فيه تنشيط وترويج، كان فيه عملية تخفيض أو عملية جذب عن طريق تخفيض بعض الأسعار. ده يؤكد أنه قناة السويس النهاردة أصبحت مؤهلة وأصبحت قادرة على حل مشاكلها، وأصبحت قادرة النهاردة وأكدت للعالم كله عودة النهاردة إيفن جيفن السفينة نفسها للمرور قناة السويس مرة تانية. ده شهادة ثقة على أن قناة السويس هي المعبر الآمن وعلى مستوى العالم بكفاءة واقتدار. أكيد أكيد، وإنجاز برضو كبير جدا. وننتقل إلى خبر آخر وهو رحيل المشير حسين طنطاوي رجل الحرب والسلام، واللي الحقيقة هذا الخبر اللي أبكى المصريين ونعاه كل رجال الدولة. وتقدم جنازته الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن من نعوه الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق. وقال فاروق حسني: أنعي بمزيد من الحزن والأسى فقيد مصر الغالي، رجل الدولة الوطني الذي عرفته إنسانا طيبا وصديقا عزيزا ومقاتلا شرسا ومسؤولا. وكان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والمشير طنطاوي قد عمل سويا لفترة طويلة مع رئيس مبارك، وجمعتهما علاقة صداقة استمرت لسنوات طويلة. حضرتك يعني تابعت ازاي الحزن الشديد؟ الحقيقة مصر كلها حزينة على خبر رحيل المشير طنطاوي، وحضرتك شايف الحزن والأسى على المصريين وانطباعه؟ الحقيقة ان احنا فقدنا يعني شخصية ورمز وقائد، واهم من ده كله حكمة وعقل مفكر ومدبر. فقدنا الحكمة والخبرة الممثلة في الفريق محمد حسين طنطاوي اللي مر بأزمات في مصر وعداها من اخطر المراحل اللي هي تعرضت ليها، وهي فترة حكم الجماعة الإرهابية وفترة حكم الإخوان. محمد المشير محمد حسن طنطاوي مدرسة عسكرية زائعة، لا نستطيع انه تاريخه الحافل من مواليد 56 ومرورا بحرب الاستنزاف 67، فقائد الفرقة المشاة 16 في حرب 73، فوزيرا للدفاع، فرئيسا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. فهي الفترة الاخيرة دي اللي استطاع انه هو يحط مصر زي ما قال سيادة الرئيس بتعبيره الواضح، انه كان في الفترة دي شايل جمرة في ايده وخايف متحمل هو قسوتها وخايف يسيبها فتحرق مصر. الحقيقة ده حكمة الرئيس، حكمة المشير حسين طنطاوي في التعامل في وقت الحرب، في وقت السلام، في التعامل مع الاخوان. فانه هو ويعني هذا الرجل لو قعدنا نتكلم
ونقول من هو محمد حسين طنطاوي، ليه هو عمود الخيمة في القوات المسلحة، ليه هو صمام الاستقرار والأمان اللي مر في مصر من أقوى في لحظات العاصفة ليصل بها إلى بر الأمان مع الانتخابات الرئاسية في 2000 بعد ثورة 30 يوليو 2013. أكيد أكيد، وأكيد بننعي أسرة المشير حسين طنطاوي. وخلينا ننتقل لخبر آخر. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه مع الانتهاء من محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي نحقق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي السكان. وأكدت على هامش افتتاح مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس السيسي أن المرحلة الثانية تشمل 6 محافظات مختلفة من جميع أقاليم الدولة المصرية. وأشارت إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مدة التأمين الصحي الشامل 10 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتران بمبادرة حياة كريمة. يعني برضو أحب تعليق حضرتك على هذا الخبر. هذا المشروع من المشروعات الإيجابية العملاقة اللي تمت على أرض مصر في إطار المبادرات الصحية وفي إطار إصلاح المنظومة الصحية اللي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادراته المتعددة، سواء فيروس سي أو معالجة الأمراض المزمنة أو السمنة أو الثدي اللي هي سرطان الثدي عند النساء. في فوق ده كله بقى المظلة اللي جمعت هذه المشروعات هي مظلة التأمين الصحي. بالزبط. أن يمتد هذا لجميع فئات المجتمع، وأن يمتد هذا بمليارات ويوفر خدمة صحية حقيقية ويتحط له تارجت زمني أو جدول أنه ينتهي منه خلال 10 سنين. مرة سيادة الرئيس بيقول 10 سنين، لا 15 سنة، كان أول 15 سنة قال لك لا 10 سنين كفاية. ده بيدل على أن معدل الإنجاز بتاع المشروع ماشي سريع. بثبات وسريع. السيدة الوزيرة هالة زايد بالحقيقة إذا كانت الخمس محافظات اللي تم تطبيق، سواء هي محافظات القناة بالإضافة لجنوب وشمال سيناء، ونجح بامتياز جدا في بورسعيد، وأنه هيغطي 30% من احتياجات السكان، فإنه يطبق في 6 محافظات تانية. هياخدوا محافظة من القاهرة الكبرى، ومحافظة من شمال الصعيد، ومحافظة من جنوب الصعيد. هذه المحافظات اللي هيتم اختيارها وفقا لمعايير محددة من جانب وزارة الصحة لإطلاق مشروع التأمين الصحي وتعميمه، أملا في أن يصل قبل 10 سنوات إلى مختلف المحافظات. هذا المشروع اللي زي ما أهاب السيد الرئيس امبارح، المفروض أن جميع الناس يعني تبادر بتسجيل أنفسها تحت مظلته، جميع الناس القادرة أن تساهم باشتراكاتها المطلوبة لتنمية موارده. والحقيقة كان وزير المالية أكد بأنه المشروع يعني الحمد لله عنده استدامة مالية كويسة، وعنده أساسا لأنه اتصرف بس في الفترة اللي فاتت على المشروع حوالي يعني في محافظة واحدة 39 مليون جنيه في عملية عمل أكثر من 1228 عملية جراحية، دخل في علاج الأمراض المزمنة، دخل في علاج الأمراض السمعية، دخل في علاجات أمراض النظر. نقدر نقول النهاردة أنه صمام أمان لجميع فئات الشعب ومشروع التأمين الصحي الشامل. أكيد طبعا مجهود كبير تحقق في منظومة التأمين الصحي، وإحنا قادرين أكيد نشوف ده، وأكيد لسه في حاجات أكتر هتتحقق. وخلينا ننتقد لخبر آخر. عقد وزير الخارجية سامح شكري أمس جلسة مباحثات مع عثمان الجريندي وزير خارجية الجزائر، وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هناك تنسيق مستمر بين مصر وتونس للتصدي للتحديات المشتركة وتعزيز آليات العمل العربي، فضلا عن مناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقتين. احنا عندنا مدرسة دبلوماسية مصرية اكيد، بس الاول حضرتك شايف أهمية اللقاء وخاصة في التوقيت ده بالتحديد؟ طبعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ده اكيد حاجة هامة جدا. ما بقول لحضرتك ده بيرجع لايه، صح التعبير، لحصافة ودقة ويقظة الدبلوماسية المصرية. الدبلوماسية المصرية بقيادة سامح شكري وبقيادة طبعا القيادة السياسية توجيهاتها واضحة في هذه المضمار، بأن تكون مصر دائما في المحافل الدولية صاحبة المبادرات وصاحبة القول الفصل الذي يؤدي
إلى مزيد من التقارب والتفاهم وتنشيط التعامل الثنائي أو التعاون الثنائي بين الشعوب. وهنا تأتي أهمية لقاء وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية التونسي نظرا لما تمر به تونس من ظروف سياسية واضطرابات، بالإضافة إلى أنه ده بيؤكد على أنه موقف مصر من القضايا العربية وموقف مصر من القضايا السياسية في محيط المنطقة واضح، وهو الحل يأتي من داخل هذه الدول، والحل أن يأتي بالطرق السلمية، والحل أن يمنع التدخلات الخارجية في شؤون هذه الدول. فأن تأتي في خاصة وأن الوزير التونسي أحمد الجرندي، هذا الوزير هو الرئيس الحالي عثمان آسف عثمان الجرندي، هو وزير خارجية تونس، هو وزير خارجية تونس، هو الممثل الحالي للمجموعة العربية في مجلس الأمن. فهنا من دوره هو موصل قناة جيدة لتوصيل النهاردة وجهة النظر العربية ولتوصيل وجهة النظر السياسية الأمثل للمجتمع الدولي. فمن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة. أكيد بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي أستاذ عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام، نورتني النهاردة في صباح البلد، وشكرا لتحليلك للأخبار. وبكده تكون انتهت جولتنا في الصحافة، نروح لفاصل صغير ونتابع باقي فقراتنا. نموذج جميل من النماذج الملهمة والناجحة اللي قدرت فعلا هي تستثمر موهبتها وحبها لأهلها وجيرانها ان هي تقدر تتبنى مبادرة لتجميل الشارع اللي بتعيش فيه، وده اللي خلى جيرانها يسموا الشارع اللي موجودة فيه واللي عايشة فيه شارع الألوان. وعايز اقول كمان محافظ القاهرة كرمها واداها شهادة تقدير لانها عملت ده بمبادرة شخصية وكمان نفقتها الخاصة. ضفت النهاردة نور الطويل اللي منوراني في الاستوديو، هنتكلم بقى اكتر عن المبادرة دي وبدأتها امتى وبدأتها ازاي. صباح الفل يا نور، عاملة ايه؟ الحمد لله، منورانا في صباح البلد، اخبارك ايه؟ عايزين نبدأ بقى نور كده، عايز اعرف الفكرة جاتلك ازاي؟ يعني طبعا يا ريت كل واحد عنده موهبة يقدر يفيد بيها الناس اللي حواليه مش بس يفيد نفسه، فاحكي لنا اكتر كده عن المبادره وبدات ازاي ونفذتيها ازاي. وانا عارفه ان انت بتدرسي التجاره كمان، يعني الرسم مش من دراستك، فاحكي لي بقى اكتر عن نفسك. موضوع الدراسه والرسم ده انا كنت عاوزه ادخل فنون جميله بس ما حصلش نصيب، فلا ما حبيتش ان انا ابعد عن الرسم واسيبه، وفضلت ان انا ارسم عادي. جميل. برسم من زمان اصلا على الورق وكده، فقلت كنت عاوزه حابه ان انا اجرب يعني موضوع الحيطه. فخرجت. كنت بترسمي ايه على الورق؟ بتستخدمي الوان ايه؟ بورتري، برسم بورتري. بورتريهات، اوكي. فحبيت ان انا اجرب ان انا ارسم على الحيطه، خرجت الاول على السلم عشان ما بهدلش البيت طبعا. فخرجت على السلم قدام باب الشقه، رسمت رسمه عجبت البيت عندي وقرايبي اللي طالعين ونازلين وكده. رسمتي ايه؟ لا احكي لي بقى تفاصيل اكتر، عايزه اعرف يعني رسمتي ايه واستخدمتي الوان ايه واخد منك وقت قد ايه، يعني احكي لي كده. رسمت الاول بنوته كانت قاعده كده وماسكه فنجان بتشرب حاجه يعني، وواقفه على كتفها هنا ديك، اوكي. وبعدين رسمت جنبها كان مولد تقريبا كان قرب وكده، فرسمت عروسه المولد والراجل بتاع التنوره ده، هي حاجات ملهاش دعوه ببعض بس دخلوا في بعض كلهم واتعملت، بقت عملت ميكس كان شكلها حلو. جميل. استخدمتي الالوان ايه اللي بتستخدميها؟ الدهانات العاديه. اوكي، وبعدين اخد منك وقت قد ايه؟ ده احنا بنتكلم في اول حاجه بدات فيها اللي هي عند السلم. صح، الحيطه اللي في السلم. قعدت قد ايه الموضوع ده بياخد منك وقت يعني؟ عملته على يومين بس. يومين، اوكي، جميل جدا. وبعدين؟ بعدين بقى مرات اخويا قعدت تقول لي حلو كده، وقالت لي انزلي الشارع. الناس اتبسطت طبعا لما شافت ده. احنا شايفين دلوقتي على الشاشه الرسومات بتاعتك اللي رسمها دي، رسمتيها فين يا نور؟ لا دي في حضانه جنبنا. اوكي، طيب حلو، كملي لي. وبعدين نزلت الشارع بقى، رسمت الاول على بيتنا. رسمت جناح التصوير اللي الناس بتقف تصور عليه ده، اللي موجود دايما دلوقتي شفناه في حتت كتيره، دهب و... صح، اوكي. وبعدين رسمت جنبه كان صقر عشان اكمل بقيه البيت. بس انا لما رسمت البيت بتاعي الجيران بقى عجبهم وكده، قالوا لي تعالي ارسم لنا،
فمشيت بقى وكملت الجيراني جنبي واللي جنبي لحد ما كملت. طب عندي سؤال يا نور، يعني انت دلوقتي لما بترسمي الحيطه على الحيطه اللي في اللي موجوده على البيت من بره، بتقدري تطلعي يعني على السلم ترسمي فوق ولا بس الحته اللي موجوده تحت؟ لا السلم، بجيب السلم الكبير اللي هو بتاع العمال ده. اه يعني انت بترسمي العماره كلها او البيت كله، مش بس العماره، لحد اول لغايه اول دور مثلا؟ اه بالظبط. اوكي. بس كنت بحط السلم واتحرك بيه واطلع وانزل. كان في حد بيجي يساعدك يرسم معاكي ولا كنت لوحدك؟ كنت برسم لوحدي، بس كان ممكن قرايبي واصحابي كانوا يجوا يقعدوا معايا، والناس اللي معديه في الشارع كان يعجبها الموضوع يقولوا اقعد اشوفك، كان بيقعدوا معايا كتير قوي. جميل جدا. كملتي بقى على الجيران والبيوت الجيران اللي حواليكي لغايه ما كملتي كام بيت تقريبا؟ يعني قولي لي دلوقتي وصل لايه الصوره؟ احنا شايفين دلوقتي ده البيت صح؟ ده الشارع. اه ده الشارع. بجد يعني حقيقي بيدي منظر جمالي حلو قوي، بدل ما يبقى شكل البيوت يعني من غير الرسومات دي. دي تحفه، دي حلوه قوي، حلوه قوي الرسومات دي يا نور بجد. طب كملي لي، كملتي الشارع كله صح كده؟ يعني كذا بيت لغايه ما كملتي بقيه الشارع بالظبط صح كده؟ طيب ايه يعني عايزه تكملي ايه وتعملي ايه؟ يعني ايه خطتك بعد كده؟ عايزه يعني هل مثلا عايزه تكملي الشوارع اللي جنبكم، ولا عايزه تبتدي تجيبي ناس ويساعدوكي ويبقى الموضوع اكبر؟ يعني انا عايزه اعرف اكتر، عايزه تعملي ايه؟ انت نفسك تعملي ايه؟ انا حابه بعد كده ان انا اشارك في الشوارع والطرق الجديده اللي الرئيس عملها، بحيث ان انا اكون ساهمت في حاجه من اللي هو بيعملها يعني. حلو طبعا، فكره حلوه. فنفسي قوي ان انا اعمل حاجه زي كده. فكره حلوه. طيب هل مثلا انت يعني عايزه تعملي نظام توعيه للشباب، يقدروا تجيب مثلا شباب من كليات مختلفه عندهم الموهبه دي ويساعدوكي، وتقدروا تغطوا طبعا اماكن اكتر وشوارع اكتر؟ ساعتها كمان هيبقى الموضوع اسهل، ان يبقى كذا ايد مع بعض، والموضوع هيبقى اسرع واحسن بكتير. صح. طيب وايه تاني؟ انت عايزة اعرف بقى عن حياتك الدراسة، وبتدرسي ايه، وانت في سنة كام دلوقتي؟ انا في تالتة تجارة عين شمس، بدرس في كلية تجارة عربي عادي، بس هو الدراسة حاجة والرسم ده حاجة تانية، يعني مالهمش دعوة ببعض طبعا. بس كويس ان انت ما يعني ما استغنيتيش عن الموهبة دي، لانه ناس كتيرة بتتشغل في المذاكرة والدراسة فممكن يبطلوا يعني الموهبة اللي عندهم. بالظبط. طيب نفسك في ايه يا نور كده اما تخلصي جامعة؟ عايزة تعملي ايه؟ أول حاجة عاوزة أخد دبلوم في فنون جميلة، عشان ما لحقتش الكلية، فهاخد الدبلوم بقى إن شاء الله بعد ما أتخرج، وهكمل في مجال الرسم أكيد. حلو حلو. بتشتغلي حاجه ليها علاقه بالرسم صح كده؟ بالظبط. ايه الصعوبات اللي قابلتك في الشارع؟ هل مثلا ناس ممكن تكون ناس مثلا تشخبط على الرسومات بتاعتك، تلاقي ناس بتبوظ الرسومات اللي انت عاملاها في الشارع؟ يعني ايه الحاجات الصعوبات؟ لا ما حصلش، هم الناس لوحدها حابه الموضوع، فهم لوحدهم من غير حتى ما اقول لهم ما تشخبطوش ما تعملوش، هم خلاص حبوا الشارع فما بقوش يشخبطوا. بالعكس الاول الحيطه قبل ما انا ادهن عليها كان عليها اسماء اطفال ويقعدوا يكتبوا اساميهم، وكان عليها شخبطه ورسومات. لا لما رسمتها طبعا اتمسحت ومحدش شخبط تاني بعدها. اوكي جميل. فهم بيحافظوا، بالعكس بيساعدوك ان انت تحافظي على ده. احنا عارفين ان انت اتكرمتي من المحافظ، كلمينا اكتر عن محافظ القاهره، يعني كلمينا اكتر على التكريم ده. هو كلمني يوم التكريم الصبح وحددنا ميعاد ورحت له، وبس يعني هو كرمني وشجعني جدا وقال لي كلام كتير قوي حلو فيه تشجيع، وبصراحه اتبسطت قوي من التقرير ده. طبعا اكيد شجعتك اكتر وخلاكي تحس ان انت اللي بتعمليه ده فارق مع الناس فعلا. انا عارفه انه دي مبادره شخصيه، يعني انت بتكلفتك الخاصه الحاجات بتكلفك قد ايه فلوس؟ يعني عشان تعملي شارع كامل احنا عارفين انه دي حاجه مش الادوات كتيره اللي محتاجاها صح كده؟ يعني مين بيساعدك في المصاريف دي؟ هو انا مصروفي عادي، انا كنت بنزل اجيب بيه بويه وانزل اشتغل، وساعات كنت باجي مثلا على بيت حد من الجيران كان خرج لي جردل بويه قديم، وفي حد جاب لي جردل بويه برده ساعدني، فالموضوع كان ماشي كده يعني. حلو. وتكملوا بقى مع بعض وتساعدوا بعض. انا سمعت ان انت بتعملي ندوات كمان. ايه الندوات دي؟ عباره عن ايه يعني؟ انا متطوعه في جمعيه عندنا اسمها جمعيه الشرفه للتنميه، شغالين دلوقتي في مشروع اسمه صحه الشباب، بنوعي الشباب من سن 10 لحد 24 سنه باضرار التدخين والكحوليات وعادات سيئه والصحه التغذيه السليمه يعني، بس هو عشان بنربطها يعني بمشاكل الصحه عشان نوعيهم من وقايه من الامراض اللي هي غير معديه.
حلو قوي يا نور. طبعا بصي يعني انت تستحقي كل الدعم والتقدير وانه كل الناس تقف جنبك واحنا كمان نقف جنبك ونساعدك عشان تقدري تجملي بقيه شوارع مصر، يعني ما تبقيش انت بداتي من الشارع بتاعك. فكنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي نقدر نساعدك بيها، يعني ايه الحاجات اللي انت محتاجاها عشان تقدري تكملي. مش عارفه بس انا ممكن يعني لو في حد حابب ان هو يعمل كده ممكن نتجمع مع بعض وننزل بقى نعمل كده في اكتر من مكان، بحيث ان احنا لما نكون مجموعه هنختصر وقت والموضوع هيبقى اسرع واحسن. طب ازاي ممكن تقدري تعملي ده؟ يعني احكي لي كده، ممكن مثلا تعملي على الفيسبوك او السوشيال ميديا، تقدري تعملي جروبات عشان تجمعي الناس تساعدك. فكره برضو حلوه، ممكن اجرب الموضوع ده. فكره حلوه، انا بديكي افكار حلوه. نورتينا والله العظيم، وكل التوفيق، واحنا يعني الدعم من صباح البلد دايما معاكي ومتابعين اعمالك ومش عايزينك تستسلمي ابدا، مش عايزينك تستسلمي ابدا ابدا. نورتينا يا نور، شكرا. وبكده تكون خلصت فقرتنا، لكن حلقتنا لسه مكملين، تعالوا نتابع. قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر اليوم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. والفقيد بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بأحرف من نور في التاريخ المصري. قائد ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر. وقدم سيادته العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص سيادته على حضور مراسم الدفن. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويمكن لما نيجي نتكلم عن المشير طنطاوي يجب أن نقف وقفة احترام كبيرة. صباح أمس الحقيقة فقدت مصر رجل من رجال الدولة، رجل غالي جدا على مصر وقدم الكتير جدا لمصر الغالية. عايز أقول لحضراتكم كده أنه امبارح كان يوم حزين على مصر كلها، شفنا رجال الدولة جميعا كانت حزينة، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متأثر للغاية، وكان ظاهر جدا في كلمته الذي ألقاها للناس كلها عن المشير محمد حسين الطنطاوي. عايز أقول لحضراتكم أن المشير محمد حسين الطنطاوي رحمة الله عليه رجل من أبطال الحرب، فهو بطل مش بس حرب أكتوبر المجيدة، ولكن حرب الاستنزاف كان موجود فيها، وحرب 1967 كان موجود فيها، وساهم دايما في أنه يحافظ على الدولة المصرية. وشفنا كمان أنه يعني تولى الحكم في فترة صعبة جدا وللغاية على مصر العزيزة، وقدر في الحقيقة أنه في الآخر ينحاز إلى إرادة الشعب. دايما كان بيدور على إزاي نقدر نخلي الشعب المصري في أمان. هنتكلم النهاردة عن المشير محمد حسين الطنطاوي وعن حقيقة أمجاده وبطولاته الكثيرة، فهو ليه خير كتير جدا على مصر، من خلال ضيفنا اللي منورنا النهاردة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. صباح الفل يا فندم. صباح الخير أستاذ، منورنا طبعا. نورك فندم، ربنا يخلي حضرتك. بالتأكيد بنقدم خالص التعازي للمشير محمد حسين الطنطاوي وأسرته جميعا والمصر كلها، مصر كلها كانت حزينة. والأسرته والأمة العربية كلها، راجل خدم الأمة كلها
من محيط الخليج، يعني جزء من أمجاد هذه الأمة وجزء من انتصاراتها وجزء من كرامتها ساهم فيه سيادة المشير عليه رحمة الله. طبعا عايزة بقى أعرف من حضرتك في البداية كده، يمكن زي ما قلنا كده والسيد الرئيس أشار امبارح الحقيقة في كلماته عن المشير محمد حسين طنطاوي أنه تولى مصر في فترة صعبة جدا، بنتكلم من عام 2011 وحتى عام 2012، نقدر نقول أن هو تولى بالفعل إدارة البلاد، وده طبعا كان بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. عايزة أعرف كده من حضرتك، شايف الدور اللي هو قام بيه ده فاد مصر قد إيه؟ لا هو شوف السيادة المشير عليه رحمة الله يعني من ساعة ما يعني اتخرج مش من ساعة الولادة 31 ديسمبر 35، لكن على الأقل من ساعة ما اتخرج وابتدى يخدم بدأ مسيرته وابتدى بيخدم وطنه، من يعني احنا قدام مش رجل استثنائي، احنا قدام رجل شديد الاستثنائي. صحيح. لانه الوحيد تقريبا اللي فيه تعرض وتولى مهام ومسؤوليات يستحيل انها تتكرر عند حد تاني. انت قدام شخص شارك في حرب 56، شارك في حرب 67، شارك في حرب الاستنزاف، شارك في حرب اكتوبر، شارك في حرب الخليج الثانيه، تولى المسؤوليه اللي حضرتك بتتكلم عنه، تولى المسؤوليه الصعبه العصيبه في ظروف غايه في الارتباك، وقدر انه في كل ده يؤدي دوره المهام اللي كل بيها على افضل وعلى اشرف ما يكون. انت قدام شخص في كل المهام اللي تولاها، يعني الكتيبه 116 الكتيبه 16 مشير اللي كانت بالمناسبه يعني قاده كتير بيقولوا انها من اوائل او من اول كتيبه عبرت يوم 6 اكتوبر 73 وهي الكتيبه الاولى اللي رفعت علم مصر على الضفه الشرقيه لقناه السويس. اللواء 116 مشاة ميكانيكي، الفرقه 18 مشاة شهيره. انه يتولى قياده لواء مشاة، انه يتولى قياده فرقه، انه يتولى فرع العمليات بالهيئه العمليات بالقوات المسلحه، يتولى فرع التخطيط بهيئه العمليات، انه يتولى رئاسة أركان الجيش الثاني، أنه يتولى الجيش الثاني نفسه قائد ليه، أنه يتولى الهيئة العمليات نفسها، أنه يتولى الحرس الجمهوري، قائد الحرس الجمهوري، أنه يتولى بعد كده وزير الدفاع ثم رتبة المشير. تاريخ مجيد صعب أنه يتكرر عند حد ثاني، وصعب أنه يبقى بهذا الشكل الممتد من 56 لغاية النهاردة في خدمة وطن. أنت قدام شخص حصل على اغلب يعني التكريمات العسكريه وغير العسكريه الممكنه. صحيح. قدام شخص حصل على نوط الشجاعه، نوط النصر، نوط الاستقلال، نوط الجلاء، واخد جايزه وسام الجمهوريه التونسيه، وسام الجمهوريه الباكستانيه، مثل مصر في باكستان ملحق عسكري، مصر مثل مصر في افغانستان ملحق عسكري، واخد طبعا قلاده النيل اعلى حاجه يعني في مصر. حاصل على يعني وسام الجمهوريه العربيه المتحده، حاصل على وسام الذكرى العاشرة لقيام الثوره، الذكرى العشرين لقيام الثوره، حاصل على وسام تحرير الكويت. والحقيقه يا فندم يعني فشوف هذا التاريخ المجيد. طبعا برغم كل ده كنت عايزه اقول لحضرتك دائما كان بيؤكد على ضروره الحفاظ على امن مصر، وكان كل همه طول الوقت الحفاظ على سلامه البلد من اي حاجه، كانت هي دي النقطه الاولى في اي حاجه ليه وفي اي كلام كان حقيقي بيقول. يعني مصر وشعبها كان عنده رقم واحد في اي ترتيب اولويات ممكن، وده اللي قدر يعني لما كان ده هدف قصاده ومسؤوليات قدامه في 2011 2012 فتره اللي احنا بنسميها الارتباك الكبير، كان قدر يعني بهذه الحكمه، ولما كان شعب مصر ومصر هم هدفه الاول والاخير قدر يعبر بالبلاد. طيب أنا بس عايزة أقف مع حضرتك عند كلمة السيد الرئيس أمس، ويمكن ناس كتير قوي وقفت عندها امبارح لما ذكر السيد الرئيس بأن المشير محمد حسين طنطاوي بريء من أي دم منذ فترة 2011 وحتى ما لا نهاية، لما كانت الناس بتذكر بعد السنوات اللي بعدها أنه ما زالت بيحملوا عليه المسؤولية طول الوقت. عايزة أعرف من حضرتك الكلام ده بيدل على ايه؟ لان شايفين من امبارح طبعا انتقادات كبيره جدا، ونقدر نقول كمان ان الجماعات الاخوانيه
منذ أمس في شماتة في الوفاة وبتحاول تشوه القيم الحقيقة اللي نقدر نقول تربينا عليها. يعني عايز أعرف من حضرتك رأيك إيه في الكلام ده؟ هذه الجماعة أصلا المنحلة والمنحطة يعني اسمحي لي خارج كل قيم إنسانية معروفة، وهي أصلا يعني للأسف مرض ابتلينا بيه أو ابتلينا بيه من سنة 28 للأسف ابتلي بيه الجسد العربي كله مش المصري بس، هم عاملين مشاكل في كل الدول العربية، هم سبب في انقسام السودان لشمال وجنوب، لأنه ابتدوا قعدوا يضغطوا على غير المسلمين وغير العرب لغاية ما الناس يعني ما كانش في حل تاني غير الانفصال. هم اللي دمروا سوريا، هم اللي مدمرين اليمن، حزب الإصلاح الإخواني، هم اللي طبعا 10 سنوات بيسموها عقد الدم في الجزائر حتى هذه اللحظة. طبعا في كل في ما فيش مأساة في الوطن العربي إلا مش هتلاقي وراها الإخوان. هم اللي استقبلوا الاحتلال الأمريكي 2003 يعني الحزب الإسلامي محسن هاشم وهاشمي والمجموعة هم اللي استقبلوا الاحتلال الأمريكي في 2003 في العراق. فما فيش بلد عربي ما فيش مصيبة حاصلة في من محيط الخليج إلا ما هتلاقي وراها الإخوان، تخلو منها العناصر الإخوانية الإرهابية بالضبط. وأنا مش عارف شماتة يعني الأمانة مش عارف شماتة على إيه، راجل 86 سنة ما شاء الله توفى في منزله، تاريخ مجيد وعظيم، حزن غير طبيعي عند المصريين وغير المصريين، حتى الأشقاء العرب بيعزونا من امبارح بشكل يعني كأنهم مصريين وكأنه قائد عندهم. وكل شوفوا كل التكريمات اللي قلناها وكل الأوسمة وكل النهيشين وكل الأنواط اللي حصل عليها شماتة في إيه؟ وفي حد عنده تاريخ زي يعني المشير محمد حسين؟ وفي حد بولية وجاهد في سبيل الله وشال سلاح؟ أنت بتكلمي على يعني إذا كان في حد إخواني يقدر يورينا نفسه بس عمل العمل والمشير طنطاوي في معركة المزرعة الصينية. أنت قدام موشة ديان قايل في مذكراته كده، أنا دخلت على عوزي يائير، عوزي يائير ده كان قائد المظلات اللي راح في المعركة الصينية دي، المعركة الصينية الشهيرة دي، وكان مدير مكتب حيين بارليف اللي كان رئيس أركان في 67 أو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. هو بيقول أنا أول ما أنا أعرف الراجل أول مرة أشوفه بهذا الانهيار اللي عمري ما شفت بيه اي حد قبل كده. وقايل موشة ديان يوم 17 اكتوبر، وده منشور في صحف يعني اسرائيليه ومنشور في صحف عالميه وقتها، كنت كل ما اقرب من المزرعه، لان كان يعني راح زار المكان بالليل، فبيقول كل كنت بقرب من المزرعه من مزرعه او دبابه اقول يا رب تطلع مصريه الاقيها اسرائيليه، كل ما اروح ازور اشوف دبابه متدمره اقول يا رب الاقيها إسرائيلية. مين اللي عمل الكلام ده غير قوات المشير طنطاوي لما كان مقدم والكتيبة بتاعته 16 كتيبة 16 مشير؟ فأنت قدامي إذا كان عندهم حد يعني جاهد وشال سلاح ضد الإسرائيليين يورينا نفسه، هما بس في كل شماتة، ويعني لو يعني عندهم يعني حالات يعني فضايح ووفيات لو هنشمت مش هنخلص. والله يا فندم يا ريت تتوقف عند الشماته، ولكن في سب وفي تدمير لكل التاريخ العظيم اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، فمش بس بتقف عند الشماته. بس انا بقى عايزه نرد عليهم بان المشير محمد حسين الطنطاوي شارك زي ما احنا قلنا في 4 حروب، منهم حرب اكتوبر، وزي ما احنا لسه كنا ذاكرين دلوقتي حالا ملحمه المزرعه الصينيه. حضرتك شايف لما يكون في شخص شارك في هذا الكم من الحروب وعنده فكر سياسي وتفكير يعني مختلف عن أشخاص تانية كتير، ده يقدر ينعكس على بلدنا إحنا مصر إزاي؟ إحنا عندنا يعني المشير طنطاوي شخص شديد الاستثنائية، صعب إن حد يتكرر في تاريخه ومسيرته زيه، لكن عندنا أبطال كل يوم. إحنا عندنا 70,000 قصة بطولة اللي عبروا أول ساعة في حرب أكتوبر، دول يعني كل شوية لما تسمع قصة حد يعني حد شاف، وده اتحكى قدامي وده حقيقه يعني مش بنألف، يعني عندنا بطولات واقعيه اكبر من الخيال، انه حد يشوف حد بيضرب المصريين هم بيعبروا من فتحه رشاش فيروح ياخد الرشاش والفتحه بصدره علشان زمايله يعبروا، وناس عبر عليها دبابات عشان زمايلهم يفجروها وزمايلهم يعدوا. فانت قدام بطولات وابطال يعني كلهم لا يقلوا في العظمه والشرف والنبل زي سياده المشير. احنا بنتكلم بس على تاريخ معين ما حدش يعني عمله وصعب انه يتكرر، وبالتالي احنا قدام جماعه زي ما قلت لحضرتك منحله ومنحطه وحقيره وملهاش غير في هذا العك اللي طول عمرها يعني عايز اقول لحضرتك ما في حد ساهم في استقلال هذا الوطن وما في حد تصدى لاعداء هذا الوطن الا وشوهوه وهجموه. عارفه لو المشير طنطاوي كان يعني ما حاربش ضد اسرائيل كان ممكن يتجاهلوا الموضوع، لكن انت قدام جماعه مصره تشوه اي حد
بيحارب أعضاء مصر. راجع كده التاريخ هتلاقيهم مش بيهاجموا ولا بيشتموا ولا بيشوهوا غير كل حد قدم لهذا الوطن خدمات جليلة. ده حقيقي. طيب عايز أعرف من حضرتك كمان، كانت دايما فكرة استقرار وحماية الدولة المصرية واستقرار الوضع العام في فترة 2011 وما إلى ذلك، عايز أعرف من حضرتك يعني يمكن كان خط واضح جدا عند المشير أن طريقة إدارته للدولة المصرية في هذا الوقت ووقت كمان المجلس العسكري كان دايما نصب عيونه أن الدولة ترجع ليها الاستقرار مرة تانية وأن الشعب المصري يحس بالأمان، كان ده كل هدفه في هذه الفترة. عايز أعرف من حضرتك يعني اختيار المشير محمد حسين الطنطاوي انه يعني يرجح كده إرادة الشعب المصري وانه يبقى دايما منحاز للشعب المصري، ده كان ينعكس ازاي وقتها في الوقت ده على الدولة المصرية؟ العكس كتير، ده احنا كان متخطط لنا ان احنا نروح في دوامة ما نخلصش منها لغاية النهاردة. يعني زي ما للأسف اشقاء عرب وقعوا في الفخ وللاسف استجابوا للمخططات ودينا زعلانين علشانهم وبندعي لهم ربنا يعني يخرجهم من الازمات اللي هم فيها. بحور دم مش خلصانه ودول مهدده بالتقسيم والتجزئه وانه تتفكك الى اكثر من دوله. ده كله كان مخطط لمصر واحنا إيه عندنا. اللي خلى مصر تختلف؟ اللي خلى مصر تختلف قياده حكيمه ادارت الازمه بشكل هادئ جدا وبشكل فيه تغليب اللي حضرتك قلت عليه المصلحة العامة ومصلحة الشعب المصري ومصلحة مصر رقم واحد، وبشكل في زهد غير طبيعي لأي موائد. احنا كنا بنشوف سيادة المشير بمرات قليلة جدا لما يبقى في اجتماع مع القوى السياسية، يعني في وقتها في 2011-2012 أو في وفد خارجي جاي أو في اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الباقي كان بيفوض فيه يعني قيادات المجلس الاعلى، وكلنا عرفنا اسماء المجلس الاعلى من خلال هذا التفويض، واللي بيقابلوا ناس بيجتمعوا بينزلوا ميدان التحرير وعرفناهم من هذا التفويض. يعني راجل كان زاهد ما كانش ليه هدف غير انه مصر تعبر، وكان واعي بهذا المخطط. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو سياده المشير بيراعي مصالح الشعب حتى من قبل كده. طيب. هو مين اللي حمى، معلش يعني عشان تاريخ الراجل ولازم الناس تبقى عارفه لانه في كتير من المصريين مش عارفين، مين اللي حمى شركه عريقه وكبيره وتاريخيه زي شركه سيماف لما كانت رايحه تتخصخص وكانت رايحه تتباع وتتصفى؟ هو سياده المشير في 2002 وطلب ان الشركه تنضم الى شركات القوات المسلحه، وهي النهارده مطلعه لنا يعني اغلب عربات السكك الحديديه ومترام اسكندريه ومترو الانفاق غير الشغل الثاني. مين اللي حمى ترسانه الاسكندريه اللي احنا بنتفخر بيها وبنتباهى بيها وضمها للهيئة العربية للتصنيع في 2007 ومطلع لنا كذا فرقاطة دلوقتي؟ وواحد غيره وهو ماله يعني، وزير دفاع خلاص مش شايف شغله العسكري وخلاص، لكن مهموم بمصالح هذا البلد وشايف ان شركتين كبار بيتصفوا وان ممكن القوات المسلحة تستفيد منهم وشعبنا كله يستفيد منهم، وطلب ضمهم للقوات المسلحة وادي النهارده ناجحين. طيب. فعايز اقول لحضرتك ايه اللي يخلي سيادة المشير يجي في لحظة كده يلاقي ان في جيل كامل ما يعرفش حاجة عن حرب الاستنزاف؟ اللي قبل المشير ما كانش حد مهتم بحرب الاستنزاف، احنا ال 20 سنه بتاعت توليه مسؤوليه وزاره الدفاع هو اللي عرف هذا الجيل والجيل اللي بعدي حرب الاستنزاف، وخلى يعني سياده اللواء سمير فرج وكان مسؤول الشؤون المعنويه انه يعمل افلام تسجيليه والناس تطلع تتكلم قيادات القوات المسلحه عن حرب الاستنزاف، لان هو احد ابطالها وعارف جيشنا وشعبنا ازاي دفعوا يعني الدم والعرق في الفتره دي. ففي حاجات كتيره في حياتنا مسؤول عنها هو سياده المشير. صحيح. بس لازم الناس تعرف الحكايه دي، لانه وجداننا ومصالحنا واقتصادنا جزء كبير منه كبير جدا ساهم فيه سياده المشير. بما ان حضرتك بتقول ان لازم الحقيقه ان الناس والاجيال الجديده كمان تعرف ايه اللي عمله المشير محمد حسين الطنطاوي رحمه الله عليه، فعايزه اعرف من حضرتك كده نقول يعني المواقف اللي هيظل يذكرها التاريخ المشير محمد حسين طنطاوي الى مدى نهايه، دايما كده التاريخ هيفضل يكتب لناس كتير جدا ويسطر بحروف من ذهب لناس قدرت انها تعمل فارق في الدوله المصريه، عايز اعرف من حضرتك ايه هي المواقف؟ انت قدام راجل شارك في كل حروب مصر وكل اللي يخص امنها، انت قدام راجل حصل على كل التكريمات الممكنه عسكريه وغير عسكريه، انت قدام راجل عبر بمصر وقت الارتباك الكبير في حين كان مخطط لنا نقع في بحور من الازمات عبر بها الى بر الامان، واختار يعني رتب اولويات مصر وساب شعب مصر يصحح يعني مساره ويسترد وعيه ويسترد وطنه كما توقع فيما بعد. انت قدام رجل حافظ على ثروه المصريين
وممتلكاتهم فتره من الفترات. انت قدام رجل ساهم في صناعه الوعي المصري، انت قدام رجل صنع توازن مع اعداء مصر، ممكن يبقى عندهم اسلحه غير تقليديه استراتيجيه نووي يعني، قدر يعمل معاهم توازن باسلحه ثانيه، ممكن يبقى النووي مش متوفر لكن قدر يعمل توازن باسلحه ثانيه، صواريخ ويعني مش لازم نقول الناس عارفه التوازن معمول ازاي. وده كان صعب يعني يحصل الا اذا كان في قائد للجيش المصري قائد وطني ومخلص جدا. فانت قدام رجل فعلا مش بنقول انشا لن يتكرر. فعلا لن يعني بهذه الصيغه لن يتكرر. انا عايزه اقول لحضرتك يعني يمكن من امس والناس كلها متابعه، يعني مصر كلها حزينه على هذا الخبر، ويمكن مصر فقدت ابن بار للدوله المصريه يعني عنده قدر كبير من الحكمه وقدر كبير من الجسور، ودائما هيظل في ذاكره كل المصريين، لان زي ما ذكرنا كده في هذه الفقره ليه حاجات كتيره جدا هنفضل عايشين مده طويله من عمرنا واحنا شايفين الفرق بعنينا، واولادنا بيكبروا في هذا الخير بسبب الفتره اللي كانت صعبه جدا، اللي الحقيقه المشير طنطاوي كان ماسكها الفتره دي، كانت تضحيات للجيش المصري، كانت تضحيات، كان دايما بيبقى عايز يكون سند حقيقي للدولة المصرية، كان مهتم جدا ان الدولة المصرية تفضل في امان، وكانت هي دي الحاجة اللي نصب اعينه طول الوقت، انه عايز الدولة المصرية تفضل بخير والشعب المصري يقدر ان هو يكمل حياته بطريقة مستقرة. فعايزين كلنا كده يعني رحمة الله عليه المشير طنطاوي، بالتأكيد بندعي بالرحمة ليه ويلهم ذويه الصبر والسلوان. فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا. طبعا شكرا الكاتب شكرا الصحفي شكرا. والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. يا صباح الفل، صباح السعاده على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم. فقره جديده من صباح البلد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع ضعف الانتصاب. الموضوع ده من المشاكل الرئيسية اللي للأسف بتعوق فكرة إتمام العلاقة الزوجية بشكل طبيعي. النهاردة احنا هنتكلم عن أسباب ضعف الانتصاب، وكمان هنتكلم عن التشخيص والعلاج مع ضيفي اللي منورني النهاردة دكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور أحمد صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال، ازيك؟ ازيك يا دكتور. يمكن يا دكتور مشكلة ضعف الانتصاب دي من أكبر المشاكل اللي بتعوق أي علاقة زوجية، وفي الآخر بتبقى نتائجها مش كويسة، أحيانا طلاق، أحيانا يعني مشاكل كبيرة قوي بتحصل بتبقى يعني ملهاش آخر. ولكن خلينا نتكلم ونبدأ بتعريف الضعف الجنسي، يعني إيه ضعف جنسي اللي في الآخر بيسبب المشكلة الكبيرة دي؟ بصي، هو الضعف الجنسي ضعف في العلاقة، والعلاقة دي بتمر بثلاث حاجات أساسية. هو الرغبة، ان يكون الشخص عنده اقبال على الموضوع ده، ده بنسميها الرغبه. نمره 2 الانتصاب نفسه. نمره 3 اي اضطراب او اي خلل في القذف اللي بيحصل. دول الثلاث العناصر الاساسيين للعلاقه الايه الجنسيه. في اي اضطراب او اي خلل فيهم احنا بنقول ان الشخص ده عنده ضعف جنسي. تمام. ضعف في اداء العلاقه ابتداء من رغبه، انتصاب، او القذف نفسه. تمام. طيب اكيد في اسباب بتؤدي لحدوث الضعف الجنسي في الآخر، في مسببات نتكلم عنها أكتر علشان نتلاشى الموضوع. تمام. هو الضعف الجنسي عموما احنا زمان كنا نقول ان أسبابه معظمها نفسي. دلوقتي خلاص الموضوع اتغير تماما، احنا بنتكلم عن ان 80% من الأسباب بتكون أسباب عضوية. يعني انا لو عندي 10 عيانين في العيادة جايين يشتكوا من نفس المشكلة دي، عندهم مشكلة في العلاقة الجنسية وكده، 8 منهم هيبقى عندهم مشاكل عضوية، واثنين ممكن يكون عندهم مشاكل نفسية. إذن القطاع الأكبر أو السبب الأكبر هو أسبابه بتكون عضوية. والأسباب العضوية عندنا كتير، يعني زي ابتداء من الأمراض المزمنة كلها، وأشهرهم طبعا على الإطلاق هو مرض السكر. مرض السكر، مرض الضغط اللي هو زيادة نسبة الدهون في الدم، التدخين، أمراض القلب، كل الحاجات دي من الحاجات اللي مسببة للضعف الجنسي. الاضطراب اللي بيحصل في الهرمونات، اي خلل في هرمون الذكوره او هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب عند الرجاله، برضو ده بيؤدي الى اضطراب في العلاقه الجنسيه. المخدرات يعني دي من الحاجات برضو اللايف ستايل اللي احنا عايشينها دلوقتي. السمنه المفرطه من ضمن الحاجات برضو اللي بتعمل مشاكل. دي كلها احنا بنسميها اسباب عضويه، او ان الشخص ده يكون عمل عمليات، او ان هو تعرض لاي حوادث فاثرت على الحبل الشوكي داخل
العمود الفقري برضو دي شريحة من الناس بيكون عندها مشاكل في العلاقة الجنسية. أنا قصدي الأسباب العضوية كتير، وإن كان أهمها على الإطلاق هي الأمراض المزمنة زي السكر. طيب خلينا دكتور نقول ان الرجل المصاب بالضعف الجنسي النهارده، طبعا دي بتبقى يمكن من اكبر المشاكل اللي بتواجهه في الحياه، في ناس بتهرب من المشكله دي وفي ناس بتواجه وتروح لدكتور متخصص، المفروض ان احنا نعمل ايه لما نلاقي نفسنا اتحطينا قدام المشكله دي؟ بقت امر واقع خلاص، نواجه ولا نهرب؟ هو بيعتمد طبعا على الثقافه نفسها. انما الدنيا بدات تتغير دلوقتي، انما احنا طبعا لازم نواجه ونواجه ليه؟ لان الموضوع بسيط، ما هوش صعب، والموضوع ليه حل، اي من كان حجم المشكله فهو ليه حل، وبالتبعي احنا لازم نواجه، ما ينفعش نهرب. ليه كمان لازم نواجه؟ لان احنا عايزين نحل مشاكلنا. اي تاجيل فيها او اي انكار ليها ده بيفاقم من الموضوع نفسه، لان الموضوع ليه شق متعلق بالعضوي، ان البني ادم يوصل للاشباع الجسدي بتاعه، بس في تبعات نفسيه. التبعات النفسيه دي بتبقى على الشخص نفسه وعلى الناس اللي حواليه. اكيد. يعني انا مثلا اذكر ان جات لي مره حاله ومعاه مراته، وهي قالت لي ارجوك عايزك تحل لي المشكله دي، لان هو لما العلاقه ما بتتمش بيكون عصبي جدا معايا، عصبي جدا مع اولاده، حتى عصبي جدا مع الموظفين عنده. الموضوع بينعكس تماما على حياته. اذا الموضوع دي احنا كشرقيين الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا، وجزء اساسي من رضانا عن نفسنا هو في رضاء الطرف الاخر عن العلاقه الجنسيه. تمام. فالموضوع معقد ومركب، انما ما ينفعش ان احنا نهرب منه، لان احيانا الزوجه ما بيفرقش معاها ان الزوج عنده مشاكل. صحيح. انما هو بيفرق معاها ان الزوج بينكر وجود هذه المشاكل، والاصعب انه بيلقي باللوم عليها انها تكون السبب في هذه المشاكل. أكيد. فهنا مهم جدا نبقى عارفين السايكولوجي بتاع العيان، انما ان احنا نواجه ده اهم. الزوجه احيانا لما بتلاقي الزوج هو مهتم وعايز يحل المشكله مجرد لان هو يرضيها، هي بتكون سند ليه وبتكون معاه وبتيجي معاه حتى في العياده وبتساعده على ان هو يبقى كويس، واحيانا بتشجعه ان هو ياخد العلاج، لان جزء من العلاج بيكون مرتبط بان هو لازم يجرب، يعني انا هاخد العلاج اعرف اتحسنت ولا لا. صحيح. فهنا لو الزوجه مش متعاونه احنا ما بنقدرش نحدد العيان ده بيتحسن ولا لا. فامتى الزوجه تساعده؟ بتساعده لما تحس ان هو عنده النيه للعلاج، او هو مستعد بيها، هو مهتم بيها اكتر ما هو مهتم بنفسه. تمام. هو مش بيسعى للقصه دي عشان يقضي غريزته وخلاص، لا ده انا عندي طرف اخر محتاج للاشباع، محتاج للاهتمام، لا حق شرعي، فبالتبعيه هي بتكون سند معاه. هو قدم السبت فهيلاقي الحد. اكيد. انما الزوج اللي هو اناني، هو عايز يبقى القصه دي وخلاص. انا شفت ناس يعني صعبين جدا، اللي هو بيقول لها انت السبب في ان انا عندي كده. فده بيخلي الزوجه قاسيه جدا معاه. عند اقرب فرصه عايزه تطلب الطلاق، وطبعا ده بيفجر البيت من جوه. فالنهارده المشاكل الجنسيه دي بالذات لها شق اجتماعي ولها مردود اجتماعي النهارده اكبر بكتير من موضوع الانجاب. اكيد طبعا. لان في ناس بتكمل حياتها ممكن من غير اولاد. انما في ناس بتقف عند الحته دي وبتعقد الدنيا وبتبقى عايزه فعلا تطلب الانفصال. انا دايما بشبه ان العلاقه الجنسيه عامله زي التوابل، هي عامله زي حته الكريز اللي احنا بنجمل بيها التورتايه في الاخر. هي مش حاجه اساسيه في الموضوع، يعني ممكن ناكل الاكله من غيرها، بس قد ايه هي بتحليها، قد ايه بتدي لها اضافه. هي مش كل يوم، بس ممكن تبقى ربع ساعه في الاسبوع. بس مهمين جدا، بتمثل حياه بالنسبه للراجل وبالنسبه للست، هي انعكاس للاهتمام ومدى الحب اللي بين الطرفين. فما ينفعش ابدا ان احنا ننكر المشكله طبعا، او نتجاهلها. وما ينفعش نلقي باللوم على الزوجه. دي اهم حاجه. انا بشوف كتير القصه دي. ومهم جدا ان الزوجه برضو تكون بتساعد جوزها، لان احيانا في ستات هم ما بيساعدوش الزوج، يعني ما بيخلوش حتى يبقى نفسيا مستريح. فيروح يسعى انه يحل المشكله. صحيح. عفوا. فالموضوع له شق اجتماعي، فلازم نهتم بيه وما ينفعش ننكره ابدا. تمام. طيب خلينا نتكلم من ناحيه الزوج، يعني اللطيف الكويس اللي هو كويس مع مراته، ما القاش اللوم عليها، ومتفقين ان هم هيبداوا في مرحله العلاج ويساندوا بعض زي ما قلنا. نبدا طريق العلاج الصح ازاي؟ لان طبعا طرق العلاج في الموضوع ده واسعه وكبيره، ممكن نشوف اعلانات. تمام. كريمات وادويه وصيدليات وحاجات كتير ووصفات يعني. فخلينا نبدا على طريق العلاج الصح. هو نمره واحد، الاول يعترف ان في مشكله، وبعدين يبتدي يروح لحد متخصص. المتخصص ده هيبتدي يدور فعلا في مشكله بالفعل ولا لا، وده بيبان من خلال الفحوصات. نمره اتنين، هنعرف ايه اسبابها.
لان مهم جدا نعرف الاسباب، لان لو في اسباب متعلقه بامراض مزمنه بيفرق كتير عن اسباب مش متعلقه بامراض مزمنه. لان مثلا لو الشخص ده مثلا مشكلته تدخين، لو الشخص ده مشكلته انه عنده اضطراب في الهرمونات، ده ممكن يتعالج ويخف وكانه دور برد، بتاخد له علاج بتتحسن وترجع زي الاول بسيط. كويس جدا مش محتاج تمشي على الادويه بشكل منتظم. تمام. فمهم جدا نعرف الاسباب. مهم كمان نعرف حجم المشكله، العيان ده وصل لاي درجه من درجات الضعف خلاص. واحيانا في ناس بيبقى عندها ضعف في الرغبه، ما بيبقاش عضوي، بيبقى هو نفسي. يعني النهارده انا بفشل في العلاقه فببتدي انا ازهد هذه العلاقه. تمام. لان انا النهارده بدخل في العلاقه بتعب الطرف اللي قدام مني وما بنوصلش لحاجه، وبالعكس احنا ممكن نتخانق فقلته احسن. فهنا يبتدي هو يدخل في دايره مفرغه من ان هو حتى يبتدي يبعد. يبعد ويقول ده انا عندي ضعف رغبه. هو ما هوش ضعف رغبه على قد ما هو زهد في العلاقه الجنسيه نفسها او العلاقه الزوجيه، لانها ما عادتش بتتم بنجاح وبالتبعيه بيترتب عليها مشاكل. تمام. فالنهارده مهم جدا نبقى عارفين تفاصيل العيان. مهم جدا يا ريت لو يجي هو ومراته بحيث ان احنا نقدر نعرف التفاصيل كلها كامله. مهم جدا. يعني علاج الضعف الجنسي علاج يحب التفاصيل، يعني المريض يحب التفاصيل. انا كطبيب لازم اقعد اسمع العيان، اعرف ايه مشاكله، اعرف، لان الموضوع بيكون في شق عضوي وشق نفسي. عكس مريض تاخر الانجاب، تاخر الانجاب بيعتمد بشكل اساسي على الفحوصات. فحوصات ارقام، فحوصات، فهماني؟ انما هي مشكله طبيه اكتر، يعني اكتر منها زي غير المشكله الايه الجنسيه. لان احيانا ده بيكون المشكله اللي عند الزوج هو انعكاس سلبي من الزوجه. فهنا موضوع احنا لو حليناه الامور بتستقيم. موضوع في جهه نفسيه كبيره قوي محتاجه تتسمع كويس. في شق يعني طبعا ده عيان عايز اللي يقعد معاه، يعني يستمع له، ياخد منه تفاصيل، يهتم بمشكلته انسانيا علشان نبتدي نحل الامور. نمره واحد نشوف فيه اسباب ولا لا. تمام. والاسباب دي هي اسباب عضويه والاسباب نفسيه. اوكي. الاسباب دي يمكن علاجها ويمكن الشفاء منها والتغلب عليها بشكل كامل. ولا هي اسباب احنا مضطرين ان احنا نتعايش معاها زي الضغط وزي السكر. تمام. ده ليه طريقه في العلاج المريض ده، وده ليه طريقه في العلاج. بنبتدي النهارده اول خطوه هو ان انا العيان لازم يجرب الادويه. يعني احنا عندنا ثلاث طرق للعلاج. العلاج الدوائي، ادويه باشكال مختلفه. نمره 2 عندنا حاجه اسمه الحقن الموضعي. نمره 3 هو التدخل الجراحي. تمام. ما ينفعش انا انط على التدخل الجراحي من قبل ما العيان يمر على الخطوتين. الخطوتين دول مهمين قوي، لان انا كل ما احافظ على طبيعه العيان كل ما بيكون افضل. كل ما العيان بيحس ان هو ما عملش حاجه غريبه. لما الطرق العلاجيه تفشل ببتدي انا اتنقل على التدخل الجراحي. لان المريض ده لازم احل له مشكلته. فنقطه مهمه قوي ان عيان الضعف الجنسي لازم يبقى عارف ان مشكله الضعف الجنسي وبالذات ضعف الانتصاب بتتحل بنسبه 100%. تمام. وانا بقى دي من المشاكل القليله اللي نقدر نقول 100%. لا اقدر اقول بنسبه 100%. هي بس بتفرق انا هحل المشكله ازاي وفي مدى زمني قد ايه. انما كل عيان عنده مشكله ضعف انتصاب اقدر احل له مشكلته بنسبه 100%. تمام. سواء باجراء دوائي او سواء بتدخل جراحي. تمام. المهم ان المشكله في الاخر هتتحل. هتتحل. هتتحل ان شاء الله هتتحل. بس هو العيان، وعلى فكره احنا ما بناخدش مدى زمني طويل. يعني دايما انا العيان اللي هو عنده مشاكل نفسيه دوت لازم انت تبقي واضحه جدا معاه. لازم تقول له احنا هنعمل 1 2 3 وعلى مدى زمني معين. احيانا الطرف الاخر بيبقى عايز يعرف برضه مشكلته دي هتاخد وقت قد ايه. ما انت مش هتقعد تعالج جوزي 10 سنين، انا ما عنديش الصبر ان انا اقعد 10 سنين جوزي يتعالج، ولا حتى سنه ولا حتى شهور. في بيوت واقفه فعلا على قرار. فهنا لا، انا بطمن الناس ان المشكله بتتحل بنسبه 100% وبتتحل في مدى زمني قصير جدا. انا بقول عينين لا تتخطى شهر. يعني انت في خلال شهر مشكلتك ممكن تتحل والامور ترجع تستقيم تاني. الفكره يا دكتور في ان احنا ناخد الخطوه. صح. ونواجه. يعني قلنا مش هنهرب، احنا ناخد الخطوه ونواجه. ويمكن زي ما حضرتك بتقول ده شق، ده شق. في شق تاني ان الناس ما عندهاش مشاكل مع مراتها ولا حاجه والحياه مستمره، ما هو متجوز ومخلف وبقاله سنين. في شق تاني ان العين نفسه بيهرب. احيانا هو متخيل ان مفيش حل، او احيانا هو متخيل ان هو ده حاجه تكسف ان انا اروح اكشف. ما خلاص احنا مش هناخد زماننا وزمن غيرنا. يا دكتور يعني. مش هناخد زماننا وزمن غيرنا خالص. يا اخوانا الجنس ما هوش غريزه على قد ما هو حياه. يعني النهارده انا الكلام ده انا بسمعه من العيانين. يعني انا لما يجي لي عيان من بنها جاي القاهره وعنده شلل نصفي، واول ما انا بكلم معاه يقوم يعيط يقول لي انا بقى لي سنتين ما حصلش علاقه وقد ايه الموضوع ده انت النهارده راجل داخل في الستين وعندك شلل نصفي، يعني خلاص بقى المفروض لا قد ايه الموضوع مأزمه نفسيا لدرجه ان هو يبكي. فيا اخوانا الجنس مش مجرد شهوه بس، الجنس ده حياه بالنسبه للراجل، حياه. لما واحد يقول لي انا ما ينفعش انام جنب زوجتي زي زيها،
ده انا بكلمك على حاجات كلام انا واخده من العيانين خلاص. فمهم قوي ان احنا نحترم شكوى المريض. العيان ما يتكسفش خالص، ده حقه طبعا، يعني حقه هو، ربنا اللي خلقه كده. الموضوع ما فيهوش اي نوع من الاحراج خالص بالظبط، يعني زي ما بقول لك هو، يعني اصل الناس متخيله ان هو ايه ده حاجه تقرف، ده اصل ده هيقول لك ده راجل كبير وجاي يدور على حاجه زي كده دلوقتي خالص. ده بالعكس، انا شفت ستات بتجيب جوازاتها مش لان هي عايزه كده خالص، بس لان شايفه قد ايه الموضوع مأزمه نفسيا، الجزء النفسي بالظبط. الجزء النفسي هو ده بينعكس على البيت كله، ان الراجل قاعد متضايق طبعا. وانا من واقع التحاليل اللي بنعملها للعيانين والله انا بشوف ناس بيبقى معذوره يعني هو فعلا تحليل الهرمونات بتاعته، والهرمونات هي المحرك الاساسي عند الراجل. لما بلاقي ناس عندها 60 سنه و70 سنه هرمون الذكوره بتاعها احسن من شباب عندهم 30 سنه، انا بكلمك قد ايه هو عنده الرغبه، قد ايه عنده الحافز، بس مش قادر يترجم ده. فهو معذور في ان هو دماغه شغاله في الجنس بس مش قادر يحققه. فده لازم لو احنا ما قدرناش نحقق له رغبته ممكن بعد كده يكون في تبعات نفسيه عليه وعلى طبعا الناس اللي حواليه. في ناس تانية عندها ظروف خاصه، يعني النهارده واحد ارمل ليه حياته تقف. النهارده كان عندي عيان بيقول انا عندي اربع ولاد ومجوزهم وقاعد معاهم في البيت، بس انا مكسوف ان يعني مراتات ولادي هم اللي يخدموني، يعني ازاي يغسلوا لي هدومي. محتاج زوجه في محتاج. وبعدين الزوجه مش جنس بس في ونس، هو صحيح عايز حد ياخد بحسه. بس قبل ما يجيب الست اللي هيجيبها دي هي اكيد لها حق شرعي طبعا. فانا قصدي النهارده في ناس ارامل عايزين يكملوا حياتهم وهم شايفين ان في نفسهم الصحه والاقبال على الحياه، من حق ان هو يتجوز. شايفين الناس النهارده طلقت وكان في ظروف معينه وهو عايز يستعيد حياته تاني، بالعكس انا بنصح الراجل اللي هو ارمل واللي هو مطلق انه ما ينتظرش اول ما يبقى زوجته تتوفى او ان هو ينفصل، لازم يفكر من حقه ان هو يكمل حياته طبيعيه، يستعيد حياته تاني. لان حتى الانفصال عن الزوجه لفترات طويله ده بيكون احد اسباب ضعف الانفصال الجنسي خلاص. فمهم جدا ان احنا ما نتكسفش من المشكله، ان احنا نواجهها، وخصوصا ان النهارده الطب اتطور، حلها سهل جدا، حلها ما بياخدش وقت، وحلها بيبقى بنسبه 100% سواء من خلال تدخل بالادويه او من خلال أو الحل التدخل الجراحي زي ما حضرتك. حاجه ثانيه، ما ينفعش احنا نعتمد على اصحابنا. طبعا دي اهم حاجه يا دكتور نقولها، نختم بيها واخد المعلومه من واحد صاحبي او ان انا اروح لواحد صيدلي جاري واقول له النبي اديني، لان الافراط في استخدام المنشطات او الاستخدام الخاطئ للمنشطات اللي احنا بنجيبها من الصيدليه ده بيكون لي مردود سيء جدا طبعا. اولا هو بيجي لنا في مراحل متاخره، ثانيا العيان بيكون عنده نوع من انواع الياس وبيبتدي يبقى في شق نفسي بيزود من مشكله الضعف الجنسي. وخصوصا يا دكتور لو هو كمان فاهم اني انا جربت السكه دي وما نفعتش معايا، مع اني هو ممكن يكون مشي فيها اصلا. انا جالي غلط مره يعني. عيان بيقول انا باخد 16 قرص منشط قبل ما اعمل، فطبعا انا قلت له الموضوع مش منطقي. انا قلت له طبعاً ده يعني انا ذهلت، يعني ده رقم مش طبيعي، العيان ممكن يموت فعلا قبل ما يعمل اي علاقه جنسيه يعني. الموضوع يا دكتور يعني مهم. النهاردة بسيط، زيارة الدكتور المتخصص دي من أهم الحاجات علشان التشخيص الصح ممكن زي ما دكتور أحمد قال الموضوع يتلحق في البداية بصورة بسيطة جدا، بدواء بسيط جدا، الموضوع ما ياخدش يعني حتى لو هو شهر متفق. أو حتى لو بقاله سنين ومشاكله كتير جدا، لو هو مريض حتى عنده مشاكل عضويه كتير، مريض قلب ومريض سكر، الموضوع اكيد هيبقى ليه حل في البدايه. دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده. كان معانا منورنا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.